حياكم الله متابعين ترو جيمنج، انا نواف النغموش ومبروك لكل واحد شرى البلاي ستيشن 5 وعقبه البقيه، ومتاكدين بان الكثير منكم متحمسين يقضون ساعات كثيره على هذا الجهاز. لكن خلونا نوضح لكم اليوم مزايا خفيه في نظام البلاي ستيشن 5 ونقعد نشرحها واحده واحده. الان مع البلاي ستيشن 5 بدل ما تقعد في كل لعبه تغير في اعدادات الرسوم ومستوى الصعوبه، تقدر تروح لقائمه الاعدادات في البلاي ستيشن 5 نفسها، بعدين تروح الى الجيمز اند داتا او البيانات المحفوظه واعدادات الالعاب والتطبيقات، وتروح الاعدادات المسبقه للعبه. ومن هنا مثل ما تشوفون مستوى الصعوبه عندنا جاي على الاعداد الافتراضي للعبه، فهذا الشيء على حسب الشيء اللي موجود في اللعبه، الشيء الاساسي الموجود في اللعبه مثلا هو ميديوم ولا وسط يخليها ميديوم، لكن من نظام البلاي ستيشن تقدر تخليها مثلا هارد، والان اي لعبه تشغلها على طول بتكون بشكل اوتوماتيكي على صعوبه الهارد. بعدين عندنا الخيار بين الاعداد اللي هو الافتراضي للعبه مثل ما قلنا، هذا الشيء العام، عندنا وضع الاداء وعندنا وضع دقه الشاشه، هذا بيخلي لك الريزولوشن عاليه في دقه الشاشه، وضع الاداء بيحط البرايورتي او الاولويه على عدد الاطارات انه يخليها مرتفعه، فخلينا نقول احنا نبغى عدد الاطارات يكون مرتفع. بعدين عندنا للالعاب المنظور الاول والالعاب المنظور الثالث تقدر تغير فيها اعدادات الكاميرا حقتها. ففي مثلا اعدادات الكاميرا العاديه اللي يصير مثلا لما ترفع الانالوج فوق تروح اللعبه فوق، والمعكوس يصير لما تروح فوق اللعبه تنزل تحت. فمثلا اذا انت انسان طبيعي بتختار العادي، ويصير اللعب كذا اريح لك في حركه الكاميرا مثل ما هو واضح قدامنا في الفيديو الصغير اللي طالع. فلو معكوس تصير لما انت ترقي فوق يعكس الكاميرا وينزلها تحت. بعدين طبعا عندنا نفس الفكره مع العاب المنظور الثالث، يصير اذا رقيت فوق يبين الكاميرا ويرقي الكاميرا فوق، والمعكوس مثل ما تكلمت قبل شوي. خيار ثاني هو العرض وحق الترجمة للعبة، برضو بنفس الفكرة تقدر تخلي تشغيل، ويصير بدل ما تقعد تدخل في كل لعبة وتشغل الترجمة من هنا البلاي ستيشن 5 بيقول للعبة خلاص أي لعبة عندنا بالجهاز راح تكون مترجمة فيها شغالة بشكل اوتوماتيكي. وطبعا الصوت الأصلي اللي هو صوت اللغة اللي بيتكلمون فيها الشخصيات بتكون مثلا اللغه الانجليزيه اللي حطوها المطورين للعبه. واذا تحب تعيش اجواء اللعبه لوحدك وتكره لما الناس يحرقون عليك اشياء باللعبه عن طريق نشرهم للصور في شبكه البلاي ستيشن، ولا عن طريق التروفيات اللي تطلع لك في التايم لاين حق المنيو، يمديك عن طريق تحذير من عناصر افشاء اللعب في القائمه تصير تخليها كل شيء لم تراه بعد، يعني اي شيء ما مر عليك حتى الان ما راح يطلع لك ابدا، او تخليه عناصر الافشاء اللي تم تحديدها من قبل مطوري الالعاب فقط. فهذا الشيء نفس المطور حطه من نظام اللعبه ومن مع نظام الجهاز انه ما تطلع لك، لانهم ما يبغونها يحرقون عليك. ما دامنا لسه في الاعدادات خلينا نجي ونتكلم عن زر الشير او الكرييت على البلاي ستيشن 5. هو صار واحد من اهم عوامل الأجهزة الالعاب، وفي قائمه الاعدادات هذه نروح لعمليات الالتقاط والبث، بعدين اللقطات واختصارات لزر الانشاء او زر الكريت. من هنا تقدر مثلا تخلي زر الكريت تعدل عليه يخلي مثلا يلقط بس صوره عاديه لما مجرد انك تضغط زر الكريت او الشير، او تخليه يحفظ لك فيديو بسرعه عن طريق ضغطه الزر، وهذا شيء حلو لو تبغى مثلا تحفظ فيديو بشكل سريع. بعدين يشرح لك اضغط مره واحده مثلا حتى مثلا خلينا نقول فيديو، تاخذ لقطه للشاشه ضغطه مره واحده، ضغط باستمرار يطلع لك عناصر التحكم حقت الاشياء اللي اوكي، يعطيك انت ثلاث خيارات يقول لك وش تبغى مثلا تخزن، زي هذه اللي طالعه قدامكم الان، تبغى صوره، تبي فيديو، تبغى طريقه حفظ لعب ثانيه. وبعدين برضو اللي يعطيك المره الاولى في البلاي ستيشن 5، عاده البلاي ستيشن 4 كان يحفظ لك اخر 15 دقيقه من اللعب، هنا يعطيك الى ساعه كامله او نص ساعه، فهذا خيار مره حلو للي بياخذ مقطع طويل ويعدل عليه حتى يبين احسن ساعات او لحظات لعبه. نرجع الان لقائمه البلاي ستيشن الاساسيه، بعدين لما تضغط زر البلاي ستيشن تطلع لك قائمه تحت، هذه القائمه راح تستعملها كثير حتى تشوف الاشياء اللي جالس تحملها، تضبط اعدادات الشبكه، ولا تشوف التنبيهات اللي طلعت لك. لكن اللي ما يدري فيها خيار يخليك تخصص هذه القائمة بشكل كامل، فمجرد ما تضغط ستارت تطلع لك هذه القائمة، وتقدر تحط مثلا صح على الموسيقى ولا صح على إمكانية الوصول، ومن هنا تطلع لك في القائمة الرئيسية. لو تبي تقصرها برضو أكثر تقدر مثلا نشيل الجيم بيس، نشيل الموسيقى، نشيل مثلا الشبكة، ويصير هذه القائمة بشكل أصغر. خلينا نصغرها برضو أكثر وتصير بس
عن طريق ان يصير مثلا ما في ما يطلع لنا شيء الا بس الاشياء الاساسيه، هي حسابك، الطاقه اللي حتطفي الجهاز، اعدادات اليد، التنبيهات، والمبدل اللي يبدل لك بين مثلا اللعبه ولا نتفليكس ومن هذا الكلام، وهذا يرجعك للشاشه الرئيسيه. نقطة ثانية للأسف شوي مزعجة هو أنك راح تضطر تحذف كل ألعاب بلاي ستيشن 4 حقتك لو تبغى توسع من مساحة تخزين حقة الجهاز حقك، لأن حتى الآن البلاي ستيشن 5 ما يمديك تنقل ألعاب البلاي ستيشن 5 على هارد ديسك خارجي. تقدر تنقل البلاي ستيشن 4 لكن البلاي ستيشن 5 لازم تخليها عندك في الهارد ديسك، وطبعا إذا خلصت من اللعبة تروح وتحذفها تماما حتى توسع من مساحة التخزين من عندك. ميزة مثلا تم توسيعها في البلاي ستيشن 5 هي إمكانية الوصول أو الاكسسبيليتي اللي تخليك يمديك تكبر من حجم النص، ولا تخليه غامق حتى يوضح لك، ولا تعكس الألوان وتعمي نفسك شوي، ولا تخلي التباين عالي، ومديك قائمة فيها أشياء مرة كبيرة مثل اللي يخليك تمكن الشاشة منها أو يسمونها تمكين قارئ الشاشة اللي يطلع لك صوت يقرأ لك كل شيء قدامك حتى لو ما لك خلق مثلا تقرأ. وبعدين طبعا شيء ثاني عندنا هي وحدة التحكم حقت البلاي ستيشن او الدول سنس، يمديك تعدل على شدة الاهتزاز حقتها وشدة تأثير الزناد. طبعا حاول تتجنب استعمال سماعة اليد نفسها، لان لما تكون شغالة فهي بشكل تلقائي راح تضعف من الاهتزاز والميزات الرهيبة حقت اليد. عشان كذا اشبك سماعة خارجية مع ميكروفون حتى تستمتع بميزات اليد الرهيبة. وإذا أزعجتك الاهتزازات بشكل كامل وحسيت أنها ضايقتك وانت تلعب أونلاين، يمديك تروح تطفيها وتلعبها بدون هذه الميزات حتى ما تعرقل من تجربتك. طيب خلينا نقول ودكم تشوفون عدد ساعات لعبكم للعبة معينة على البلاي ستيشن 5. طبعا الجهاز يوضح هذا الشيء بكل سهولة، فقط روحوا عند صورة حسابكم، وبعدين روحوا مثلا عند ملف التعريف، بعدين عند خيار الألعاب، ومن هنا تشوفون عدد الساعات اللي لعبنا فيها الألعاب. ومثلا عندك 13 سنتينيلز ايج اوف ريم، عدد ساعات مثلا اللعب يعطيك 4. بعدين هذا العاب بلاي ستيشن 4. خلينا نجي على البلاي ستيشن 5 مثلا. جوست شيما 74 ساعه، اخر مره لعبتها من 12 يوم، طلعنا فيها بلاتينيوم، واعطاك ان نسبه انهاء للعبه كانت 81%. فهذا شيء حلو لو تبي تعرف كم جلست على الالعاب، كم ساعه اخذت منك كل لعبه حتى تنهيها، وكم باقي لك حتى تخلصها بشكل كامل. برضو التنبيهات صارت جزء مهم من الجهاز، فالآن يمديك تروح وتخصص التنبيهات بشكل كبير، بحيث راح تسمح بالتنبيهات المنبثقة مثلا، ولا مثلا تشوف الرسائل متى تجيك ووقت متى ودك تخفيها. الجوائز مثلا لما تاخذها، هل مثلا تبغى ياخذ فيديوهات لها، هل تطلع لك مثلا وانت تتابع فيديوهات، هل تطلع لك وانت تلعب، هل تطلع لك تظهر لك تنبيه او لا يمديك تغير على الشيء هذا. الانشطه مثلا طلبات الصداقه يمديك تطفيها بشكل كامل حتى ما تطلع لك وتشيك على راحتك متى ما تبغى. ونفس الشيء مع الرسائل يمديك تخليها شغاله بس في الالعاب، لكن لما تسوي بث مثلا ما تطلع لك، عرفت، تطفيها لما يكون فيها عندك بث ولا لما تتابع فيديو على الجهاز. كل هذه اللمسات الصغيره تخلي من التجربه بشكل عام احسن. ومثل البلاي ستيشن 4، البلاي ستيشن 5 راح يلقط صوره لما تكسب ثروفي، لكن البلاي ستيشن 5 فيه ميزه رهيبه تخليه بانه يلقط اخر 15 ثانيه من لعبك خلال اللحظه اللي كسبت فيها تروفي، ويمديك تعرضها طبعا لما تروح عند التخزين، تروح عند معروض الوسائط وتشوف مثلا هذه تروفي سبايدر مان طلعناه مثلا بفيديو، تقدر تتابع هذه الصوره حقت، استغفر الله مو الفيديو، هذا الفيديو حتى يطلع لك شعار له انك كسبته من هنا وبالفيديو. واستمتع باول عيد برا. وهذه كانت شريحه من نظام المزايا الخفيه في البلاي ستيشن 5. ان شاء الله نكون افدناكم في هذا الفيديو، واستمتعوا بالجهاز اللي عندكم بالبيت.